كريش، يوم ازيك؟ مساء الخير ياسر، مساء الخير مشاهدين شبكة تلفزيون النهار وبالأخص النهار اليوم. برحب بيكم في جولتنا الإخبارية الرياضية اللي هنتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية، والبداية دائما بأهم وأبرز العناوين. رسميا الزمالك يشكل الجهاز المعاون الجديد لمحمد صلاح. طاهر الشيخ يرفض استمرار زيزو مديرا فنيا للأهلي. الزمالك يتلقى سيارة ذاتية لمدربين فرنسيين ومدرب تشيكي لخلافة ميلو. الإسماعيلي يجتمع بشوق السعيد لتجديد عقده بعد علمه بمفاوضات الأهلي. ورسميا الفرنسي هارفي رينار مديرا فنيا للمنتخب المغربي. محمد صلاح مهاجم صريح في قمة روما وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. البداية دائما بالأخبار المحلية، وبداية أخبارنا المحلية مع نادي الزمالك. رسميا الزمالك يشكل الجهاز المعاون الجديد لمحمد صلاح. أسفرت الجلسة التي جمعت رئيس نادي الزمالك مع إسماعيل يوسف مدير الكرة في مقر النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن تشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو بعد هزيمته أمام الأهلي بهدفين نظيفين أحرزه هما مالك إيفونا وعمر جمال. وضم الجهاز الفني كل من إسماعيل يوسف مدير كرة، محمد صلاح مدير فني، علاء عبد الغني مدرب، أيمن طاهر مدرب حراس مرمى، حمادة أنور مدير إداري. ومن المنتظر أن يقود الجهاز الفني الجديد المهمة في مباراة وادي دجلة بالدوري والمقررة الأحد المقبل. وإلى أخبار القلعة الحمراء، ووكيل لاعبين يرشح النرويجي تروند سوليد لتدريب الأهلي. تلقى مسؤول النادي الأهلي السيارة الذاتية للمدرب النرويجي توريد سوليد عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لتولي تدريب الفريق خلفا لعبد العزيز عبد الشافي زيزو الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي بيسيرو لتدريب بورتو البرتغالي. وتوج سوليد ببطولة الدوري النرويجي مع فريق بودو وفريق روزنبرغ، كما فاز ببطولة الدوري البلجيكي وكأس بلجيكا وبطولة السوبر 4 مرات مع كلوب بروج. وقاد أولمبياكوس اليوناني للفوز ببطولة الدوري والكأس في موسم 2005-2006، وخسر نهائي كأس بلجيكا مع جنت، فيما توج ببطولة كأس هولندا 2009 مع هيرنفين. يذكر أن إدارة الأهلي كانت قد أجلت الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد بعد اعتذار أكثر من مدرب. والصحف العالمية تتحدث عن إقالة ميدو من تدريب الزمالك. تناولت الصحافة العالمية خبر إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك السابق، والذي تمت إقالته بعد الخسارة من الأهلي في القمة رقم 111 التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي عن إقالة العالمي ميدو لاعب توتنهام السابق. ميدو أقيل من تدريب الزمالك بعد 37 يوم من توليه المهمة. وقالت صحيفة اندبندنت البريطانية ميدو يقال من تدريب الزمالك في حقبته الأولى 2014، خرج من النادي متوجا بكأس مصر، لكن الحظ لم يحالفه في هذه المرة. أما صحيفة لوكيب الفرنسية فكان عنوانها الزمالك يقيل أحمد حسام ميدو. وطاهر الشيخ يرفض استمرار زيزو مدير فني للنادي الأهلي. استقر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن تجديد ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة. والمثير في الأمر أن أحمد سعيد نائب الرئيس اتفق لأول مرة مع محمود طاهر على استمرار زيزو
حق مطلب جماعي في المجلس. جاء ذلك القرار بعد فشل المجلس في التعاقد مع مدرب عالمي يقود الأهلي بعدما تعثرت المفاوضات مع الفرنسي هارفي رينار الذي تولى تدريب المنتخب المغربي، وفشلت المفاوضات مع الألماني فاليكس ماغات ومواطن تشوستر والبلجيكي ميشيل دودوم، وكذلك تعثرت المفاوضات مع الفرنسي فيليب تروسيه المدير الفني الأسبق لمنتخب اليابان لتولي قيادة الفريق الأحمر، للبرتغالي جوزيف سيرو الذي رحل لقيادة فريق بورتو البرتغالي، فيما قرر مجلس الأهلي تكليف عبد العزيز عبد الشافي زيزو رئيس قطاع الكرة بإدارة الفريق فنيا لحين التعاقد مع مدير فني جديد. والزمالك يتلقى سير ذاتية لمدربين فرنسيين ومدرب تشيكي لخلافة ميدو. تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب عن طريق بعض وكلاء اللاعبين لاختيار أحدهم للتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفا للمدير الفني السابق أحمد حسام ميدو، والذي تمت إقالته أمس بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين نظيفين. ويأتي في مقدمة السير الذاتية التي نالت إعجاب المجلس الفرنسي جاك سانتيني المدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي وفريق توتنهام الإنجليزي ومواطن دانيال شانس سايز المدير الفني السابق للإفريقي التونسي، فيما عدا اسم التشيكي كارل يارلورم مرة أخرى لدائرة الترشيحات، ومن المقرر حسم ملف المدير الفني خلال الفترة المقبلة. يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قد حدد مبلغ 50,000 دولار كحد أدنى في الراتب الشهري للمدير الفني الجديد. وبريرا يرحب بالعودة لتدريب الزمالك ورئيس النادي يشترط الاعتذار. أدى البرتغالي جوزوالدو بريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي للاستاد القطري موافقته على العودة لتدريب الزمالك، وأخبر الخواجة البرتغالي أكثر من لاعب بالفريق اتصل به لإقناعه بالعودة ترحيبه بالعودة للعمل في مصر وقيادة الزمالك وقدرته على فسخ التعاقد معهم بالتراضي نظرا لعلاقته المتميزة بالمسؤولين هناك، مع موافقته على الاعتذار لجماهير الزمالك عن واقعة هروبه، فيما تدخل العديد من عشاق الزمالك ولاعب الفريق لإقناع رئيس الزمالك بالموافقة على عودة بيريرا لتدريب الفريق، ووافق بشرط أن يقدم البرتغالي اعتذار رسمي لجماهير الزمالك عن واقعة هروبه من الزمالك لتدريب السد القطري. و3,000 مشجع في ودية الفراعنة وبوركينا فاسو ببرج العرب. قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الموافقة على حضور 3,000 مشجع في المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني ونظير بوركينا فاسو ببرج العرب خلال المعسكر الذي يقام في الفترة من 25 ل 29 مارس القادم. كما تقرر أن يخوض منتخب 2000 بقيادة عمرو أنور مباراتان وديتان مع الإمارات في دبي في الفترة من 15 ل 22 فبراير الجاري، حيث يستعد الفريق لتصفية الأمم الإفريقية التي تبدأ في شهر أغسطس المقبل مع إثيوبيا بالقاهرة، ويقام لقاء العودة في الشهر ذاته. والإسماعيلي يجتمع بالشوق السعيد لتجديد عقده بعد علمه بمفاوضات الأهلي. قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود عقد جلسة مع شوق السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجديد عقده مع الدراويش. وتسعى إدارة الإسماعيلي للتجديد مع السعيد خاصة بعدما ترددت أنباء عن دخول اللاعب في مفاوضات من قبل مسؤول الأهلي
الأهلي للتعاقد معه خلال الأسبوع الماضي، مستغلا وجود ثغرة في عقد اللاعب مع الإسماعيلي. وكان السعيد قد وقع على عقد التجديد مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم، إلا أنه تم اكتشاف أن تلك العقود قديمة ولا يعترف بها من قبل اتحاد الكرة، ما منح اللاعب حرية الرحيل عن الإسماعيلي في ظل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الجاري. والمصري يوافق على مواجهة الأهلي بملعب برج العرب. أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ترحيبه بمواجهة الأهلي على ملعب برج العرب أو أي استاد يحدد من قبل اتحاد الكرة حتى لو كان مختار التتش، مشيرا إلى أنه ومجلس إدارته يسعون لعودة العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي إلى سابق عهدها. فيما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقة باتحاد الكرة إنه تلقى اتصالات هاتفية من إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي يطلب خلاله إقامة مباراة الأهلي المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن مؤجلات الجولة 7 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب بالإسكندرية. ومصلحي ينهي أزمة استقالة مجلس مشالي ويصرف مستحقات السلة. تراجع محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن قراره بالاستقالة من رئاسة النادي بعد الجلسة التي عقدها معه أمس محمد مصلحي رئيس النادي الأسبق في حضور جاسر منير المدير التنفيذي للنادي، ونجح مصلحي في إقناع مشالي بالاستمرار وصرف النظر عن الاستقالة، لا سيما وأن المرحلة الحالية لا تحتمل هدم استقرار النادي والدخول في أزمات ومشاكل. وأكد مصلحي خلال الجلسة أنه سيقف خلف مجلس مشالي بكل قوة من أجل إعادة الهدوء والاستقرار للقلعة الخضراء. وحرص مصلحي على دعم النادي ماليا بصرف المستحقات المتأخرة للاعب الفريق الأول لكرة السلة، إلى جانب تنظيم زيارة إلى فريق الكرة بعد عودته من أسوان لتحفيز اللاعبين على استعادة الانتصارات في المباريات المقبلة. وإلى الأخبار العربية، والأهلي يفوز على الوحدة بهدف السومة ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا. تصدر أهلي جدة مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه الصعب على مضيفه الوحدة بهدف نظيف سجله النجم السوري عمر السومة في الدقيقة 45 من المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة 16 من البطولة، قبل أن تتضاعف معاناة الوحدة الذي اضطر للعب بعشر لاعبين قبل النهاية بعد طرد لاعب إرنست فور في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني. وارتفع رصيد الفائز السعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 1983 إلى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال صاحب المركز الثاني الذي ما زال بإمكانه العودة إلى الصدارة في حال فوزه على ضيفه الرائد اليوم الخميس في المرحلة ذاتها. وفي المقابل تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة ليظل في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. حتى عليه رحمة الله خالد الرويحي، وبكرر خالد الرويحي واحد من الأسامي. ومدرب العين الإماراتي يحذر لاعبيه من الأخطاء الفردية أمام جبل فجيرة. حذر الكرواتي زلاتكو مدرب نادي العين الإماراتي لاعبي فريقه من الأخطاء الفردية قبل لقاء جبل فجيرة بعد غد الجمعة في الجولة 18 لدوري الخليج العربي للمحترفين. وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي لتقديم المباراة أمس الأربعاء: دخلنا مرحلة حاسمة وجميع مواجهاتنا نهائيات كؤوس، والمطلوب عدم ارتكاب أي خطأ، فالفرق المنافسة تترقب المواجهات مع العين وتنتظر عرقلة الفريق المتصدر. واختتم زلاتكو تصريحاته قائلا: ينبغي علينا عدم الوقوف عند الخسارة التي تعرض لها جبل فجيرة في الجولة الماضية على يد الجزيرة
5-1 لأنها ربما لا تعبر عن حقيقة مستوى الفريق، ويغيب عن العين في مواجهة الجمعة نجوم عمر عبد الرحمن عموري ومهند سالم العنزي بسبب الإيقاف وأحمد برمان للإصابة. وكانافارو مدرب النصر السعودي يصرح: أتفهم غضب الجماهير ومباراة نجران ليست سهلة. أكد الإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لنادي النصر السعودي على أن جميع المباريات لديه في درجة واحدة من حيث الأهمية. وقال كانافارو في المؤتمر الصحفي على خلفية مباراة النصر ونجران المقررة مساء اليوم الخميس في الجولة 16 من الدوري: مباراتنا أمام نجران ليست سهلة، حيث أن المنافس نجح في جلب عناصر جديدة في الفترة الشتوية خاصة في خطي الهجوم والوسط، وظهر بشكل مختلف في المباريات الأخيرة. وعن نتائج الفريق المتراجعة قال كانافارو: نفتقد التركيز في بعض المباريات خاصة أمام فرق وسط ونهاية جدول الترتيب. فريقي يصنع الجديد والعديد من الفرص لكننا لا نوفق في تسجيل، لذا نقوم على معالجة هذه المشاكل لإيجاد الحل. وحول غضب الجماهير قال: أتفهم غضب الجماهير وأعرف مدى عشقها للنصر، وعلينا أن نعمل ونجتهد لتحقيق ما نريد. مدرب لكن الآن عبد الرحمن لعبيد يصوب كرة قوية من عبد الرحمن الظهير المتقدم فيها عليها الزازي. ورسميا الفرنسي هارفي رينار مدير فني للمنتخب المغربي أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا إقالة بادو الزاكي المدير الفني لأسود الأطلسي من منصبه وتعيين الفرنسي هارفي رينار خلفا له. جاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أمس الأربعاء برئاسة فوزي، والذي أكد على ضرورة إقالة الزاكي بسبب تواضع أداء المنتخب المغربي وعدم تحقيق تقدم كبير في النتائج والأداء طوال الفترة التي قاد من خلالها المنتخب. وأصدر اتحاد الكرة المغربي بيانا أشار فيه إلى الأسباب وأسباب إقالة الزاكي، ومنها خلافات الحادة مع الطاقم الفني وفي مقدمتهم مساعد مصطفى حجي. وتوصل اتحاد الكرة المغربي لاتفاق مع الفرنسي هارفي رينار لقيادة المنتخب المغربي لثلاث مواسم مقبلة براتب شهري 40,000 دولار، أي أقل ب10,000 دولار من راتب الزاكي السابق. والأخوي القطري يوافق على انتقال التونسي يوسف المسكني لشنغهاي الصيني. قرر التونسي يوسف المسكني نجم نادي الأخوي القطري خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بعدما وقع عقد لمدة 3 سنوات مع فريق شنغهاي غرينلاند الصيني مقابل حوالي 11 مليون يورو. وبذلك ينتقل المسكني إلى الدوري الصيني الذي سبق أن سجل مشاركة لاعبين تونسيين هم عماد اللواتي وبسام البلعابي اللذين عززا صفوف هانغ جو غرين تاون. يذكر أن الفريق الجديد للمسكني ضم في الفترة الأخيرة أسماء بارزة منها الأسترالي تام كاهل والمدافع المالي محمد لامين سوسوكو والسنغالي ديمبابا. يذكر أن المسكني وقع مع الأخوية في صيف 2012 لمدة 4 سنوات ونصف مقابل حوالي 12 مليون يورو، وكانت الصفقة الأعلى في تاريخ كرة القدم التونسية وقتها. هذا هو لسان حال كل عاشق للسد وكل محب لخلفان وكل. وإلى الملاعب العالمية، والبداية مع ريال مدريد. وريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع ريناتو سانشيز نجم بنفيكا البرتغالي. أكدت صحيفة أبولا البرتغالية أن نادي ريال مدريد الإسباني انضم لسباق الأندية الراغبة في ضم ريناتو سانشيز نجم نادي بنفيكا البرتغالي ذو 18 عام.
ومن هذه الأندية المان يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونخ، بعدما أكدت التقارير الإنجليزية أن المان يونايتد قدم عرض ضخم لضم اللاعب الصيف المقبل. وتشير الصحيفة البرتغالية إلى أن بنفيكا لن يتخلى عن لاعبه الشاب بسهولة، ويريد من الأندية الراغبة في ضمه دفع الشرط الجزائي الموجود بعقده والذي يبلغ 45 مليون يورو. ويسعى ريال مدريد لضم عدد من اللاعبين الشباب لتأمين مستقبل الفريق، وكان الفريق الإسباني قد ضم العديد من المواهب الصغيرة في السنوات الأخيرة، أبرزهم أوديغارد وفايخو والأوروغوياني فالفيردي. والمان يونايتد يغري نيمار بمليون جنيه استرليني اسبوعيا لضمه الموسم المقبل. كشفت صحيفة دايلي ستار الانجليزية ان نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يسعى بكل قوته لضم النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق برشلونة الاسباني في الصيف المقبل. وكشفت الصحيفة ان النادي الانجليزي على استعداد لدفع مليون جنيه استرليني اسبوعيا للنجم البرازيلي من اجل اقناعه بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل. وكانت الكثير من التقارير الصحفية أكدت أن هناك عقبات أمام تجديد عقد اللاعب مع ناديه برشلونة، فيما أبدأ المان يونايتد استعداده لدفع مبلغ طائل يتجاوز 100 مليون استرليني لضمه، فيما ترددت أنباء عن إنهاء الفريق الأحمر اتفاقه مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفا للهولندي لويس فان جال. وفينجر يدرس الدفع بمحمد النني أساسي في قمة أرسنال وليستر سيتي. يدرس الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي الدفع بالدولي المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية للفريق اللندني الذي يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام ليستر سيتي الأحد المقبل بملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وذكر موقع 90 مينتس العالمي أن محمد النني سيكون ضمن خيارات أرسن فينجر في مباراة أرسنال المصيرية أمام ليستر سيتي بعد انتهاء الظروف العائلية التي مر بها الدولي المصري الأسبوع الماضي، حيث استقبل طفلته الجديدة. وسيكون أرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة مطالبا بتحقيق الفوز على ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، إذ أراد الحفاظ على أماله في حصد لقب البريمير ليج. ومحمد صلاح مهاجم صريح في قمة روما وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. يفاضل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما الإيطالي بين الخطط الفنية والتكتيكية التي ستشهد تغيير لمركز الدولي المصري محمد صلاح خلال مباريات الفريق القادمة، وأبرزها ريال مدريد الإسباني المحدد لها 17 فبراير الجاري بملعب الأولمبيكو في ذهاب دور 16 مسابقة دوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة الكورييري ديل سبورت الإيطالية أن محمد صلاح سيكون مهاجم صريح لفريق روما خلال المباريات القادمة حال قرار لوتشيانو سباليتي بوضع المهاجم البوسني إيرين زيكو على مقاعد البدلاء. وأضافت الصحيفة أن سباليتي قد يلجأ لخيار آخر يتمثل في تواجد الثنائي محمد صلاح وديكو بخط الهجوم على أن يحظيا بمعاونة بيراتي من الخلف. Now, curiosity, you followed AS Roma official Twitter the night before you flew to this season, everybody. وأنشيلوتي يخطط لضم كارفاخال نجم ريال مدريد للبايرن الموسم المقبل. بدأ المدير الفني الإيطالي المقبل لبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي التخطيط للموسم المقبل مع النادي الألماني، حيث كشفت صحيفة
سانترال المدريدية الإلكترونية أن أنشيلوتي طلب من إدارة النادي البافاري بحث إمكانية ضم الإسباني داني كارفخال مدافع ريال مدريد، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل ل 35 مليون يورو. وذكرت الصحيفة صعوبة إتمام الصفقة نظرا للرفض المتوقع من إدارة الريال وكذلك الجهاز الفني، بالرغم من تعاقد النادي في الصيف الماضي مع البرازيلي الواعد دانييلو، إلا أن الأخير لم يقدم شيء يشفع له ليستمر. كارفخال كورقة أساسية في الفريق مع المدير الفني للملكي زين الدين زيدان. معدنا دلوقتي بالتذكرة لأهم وأبرز العناوين. رسميا الزمالك يشكل الجهاز المعاون الجديد لمحمد صلاح. طاهر الشيخ يرفض استمرار زيزو مدير فني للأهلي. الزمالك يتلقى سيارة ذاتية لمدربين فرنسيين ومدرب تشيكي لخلافة ميدو. الإسماعيلي يجتمع بشوقي السعيد لتجديد عقده بعد علمه بمفاوضة الأهلي. رسميا الفرنسي هارفي رينار مديرا فنيا للمنتخب المغربي. وأخيرا محمد صلاح مهاجم صريح في قمة روما وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. مشاهدينا انتهت جولتنا الإخبارية الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.